بعض الدول عادت لاتخاذ إجراءات سواء كانت منع تجول أو مزيد من فرض القيود، إجراءات على إغلاقات أو مزيد من التشدد في الإجراءات المتعلقة بالسفر، إغلاقات لكثير من المناشط الاجتماعية مثل المطاعم والمقاهي ونحوها. فيما يتعلق برصد العالم المستمر والمتزايد للتحورات عن هذا الفيروس، طبعا هذه التحورات يمكن حاليا العلماء يركزون فيها على 3 إلى 4 تحورات مرصودة في بعض دول العالم، ومنها تنتشر إلى دول أخرى، بعضها انتشر في 80 دولة، بعضها انتشر في 41 دولة، بعضها ينتشر في حوالي 10 دول. الرصد مستمر، المتابعة مستمرة، أيضا الأنماط من مسألة التسارع، التأثير على حدة المرض، التأثير على القدرة للقاحات، متابعة بشكل مستمر. حتى الآن الجهود العالمية تنصب حول الرصد المستمر والدراسات للتسلسل الجيني ومتابعة كل من يقدمون من السفر بإجراءات احترازية قد تكون بعضها إضافية بالذات لبعض الدول. لدينا في المملكة العربية السعودية إجراءات تواكب ذلك ومتميزة بإذن الله، خاصة فيما يتعلق بالرصد والمتابعة والفحص بالتسلسل الجيني لرصد أي تحورات في الفيروس، وهي محل عناية لدى مركز وطني متميز لدينا في المملكة العربية السعودية ومحل ثقة كبيرة، وهو مركز الوقاية من الأمراض والتحكم بها.